بما اننا شرحنا كتير قوي عن الاوبشن او الباينري اوبشن لكن مش مدين الفوركس حقه، فالنهارده خلوني ابدا معاكم كده بدايه بسيطه جدا او من اول خطوه للفوركس، وهنشرح شرح بسيط للفوركس تفهم منه الليله كلها. وطبعا انا كتبت شويه نقط عشان ابقى فاهم النقط اللي هتكلم فيها معاكم بحيث ان الفيديو يبقى منظم وتقدر ان انت ترجع له في اي وقت، وبرده يبقى الشرح بسيط. لو الفيديو طول عن العشر دقايق فانا هقسمه لاكتر من جزء بحيث ان هو يبقى سهل عليك. قبل ما نبتدي بس ياريت ما تنساش تشترك في القناة، وياريت لو الحتة بتاعة تجميع النقاط عجبتكم ان انا اكتب واقول اللي انا عايز اقوله، فياريت تكتبولي في الكومنتات بحيث ان احنا بعد كده نعمل الفيديوهات بالطريقة دي. اول حاجة خلينا نتكلم عن ايه هو الفوركس. الفوركس او بالمعنى اللي هو الفوريك الفورين اكسشينج، فاخدوا اول اختصار من فورين اف او و اف او ار و اكسشينج الاي اكس، فبقت كلمه فوركس او اف اكس على طول. وده سوق بيعرف اللي هو سوق الصرف الاجنبي او سوق تبادل العملات، والسوق دوت ببساطه هو سوق لا مركزي، يعني ملوش مكان معين او بلد معينه هو شغال فيها، وبيتم على اساسه تبادل العملات او بيع العملات بالازواج. يعني مثلا زوج زي اليورو يو اس دي، بقى انا عارف ان انا اليورو بيساوي قد ايه دولار، وبناء عليه على الفرق بين فروق الاسعار بحقق المكسب بتاعي في السوق بتاع الفوركس. ده ببساطة هو السوق بتاع الفوركس. وطبعا كل اللي بيدخلوا او المتداولين او ايا كان اللي هنعرفهم بعد كده مين اللي بيتداول في السوق ده، هو الاساس بتاعه ان هو بيستفيد من الحركات بتاعة السوق او تحركات السوق وفرق السعر. ودوت بيتم طبعا في نوعين من الفوركس: سوق الفوركس الفوري او العقود او الفروقات، عقود الفروقات. فدي اول نقطة المفروض ان انت تعرفها في الفوركس. تاني حاجة، سوق الفوركس هو OTC او over the counter او سوق خارج البورصة. يعني معنى كده ان العملات والكلام دوت كله مش بيتم التداول بيه في البورصة، لكن هو بره البورصة. وده بيعتبر اكتر سوق سيولة في العالم، لانه بيوصل حجم التداول اليومي فيه لحوالي 6.6 تريليون دولار، وده طبعا مبلغ خرافي مقارنة مع اي بورصة ممكن تعرفها، حتى بورصة نيويورك اللي تعتبر من اكبر البورصات في العالم. والستة وستة مليون دولار دي كانت اخر احصائية سنة 2022، فلك ان انت تتخيل مبلغ زي 6.6 تريليون دولار يتم التداول عليهم في يوم واحد، مش في شهر ولا في اسبوع. بمعنى تاني، الناس لما جت تشبه الموضوع دوت قالك ان حجم التداول اليومي في السوق بتاع الفوركس بيساوي او بيزيد عن الاجمالي المحلي لدولة زي اليابان، وده طبعا مبلغ يعتبر خرافي. من بين المعاملات دي بيتم تداول حوالي 254 مليار دولار في سوق بتاع العقود بتاعة الفروقات او بما يسمى الـ CFD، وغير كده من الادوات المالية المشتقة وهنتكلم عليها قدام في الشرح والتبسيط والمصطلحات بتاعة الفوركس. طبعا العملات تعتبر عكس باقي المؤشرات الاقتصادية زي الدو جونز والكلام دوت كله، لان العملات تعتبر اصول مالية وهي ادوات اقتصادية مش مؤشرات زي مؤشر خاص ببورصة او مؤشر او سهم خاص بشركة معينة. لكن العملة دي عملة بلد، فبالتالي لو اعتبرنا ان البلد دي شركة فعملتها المحلية تعتبر السهم بتاعها. يعني لو خدت مثلا مصر فاعتبرنا ان دي شركة فالسهم بتاعها هو الجنيه، وهكذا. اسحى على باقي الدول عشان تقدر توصل لك الحتة دي ببساطة وتعرف انت بتتداول ازاي او شكل التداول ماشي ازاي. اساسيات الفوركس: عشان تبقى متداول في الفوركس، ودي تاني نقطة هنتكلم عليها، لازم تبقى عارف المصطلحات اللي بيستعملها المستخدمين او الوسطاء في الفوركس. وعشان تبقى على اول خطوة من النجاح لازم تبقى عارف الكلام اللي انت تسمعه في الفوركس، لكن ضروري جدا ان انت تبقى فاهم اساسيات الفوركس. ما فيش حد بيدخل جال مش فاهم المصطلحات بتاعه. والمصطلحات اللي هقولك عليها دي هتسمعها كتير، زي مثلا ازواج العملات، السبريد، النقط، الهامش او المارجن، رفع المالية او الليفرج، حجم العقود او اللوت، منصات التداول او البلاتفورم، تريدينج بلاتفورم، العقود مقابل الفروقات، والسواب. دي من المصطلحات اللي انت هتسمعها كتير جدا، وحتى لو انت بتتداول او على جروب توصيات هتلاقي المصطلحات دي كتير، وفيها طبعا التيك بروفيت، اخذ الربح ووقف الخسارة، الستوب لوس،
دي برضو من الحاجات اللي انت هتسمعها كتير. اي مستثمر يبتدي يدخل سوق زي سوق الفوركس، المهم جدا ان انت تعرف ازاي السوق دوت شغال، او ازاي انا اعرف مش بس المصطلحات الاساسية المستخدمة في السوق، لكن كمان اعرف يعني ايه البيرز اللي هي زي ازواج العملات والمصطلحات اللي احنا قلناها كلها. فلازم تبقى مخلي بالك وملاحظ الحاجات دي وحاول ان انت تحفظها، لان انت هتسمعها كتير جدا. هنا بقى خليني انقلك حاجة تانية، ودي متممة لاول حاجة اللي هي مصطلحات الفوركس. عشان نقول ان ده شرح تام للفوركس، محتاجين ان احنا نعرف اكتر عملات تداول او اكتر عملات شهرة اللي المتداولين بيعتمدوا عليها، واخد الجزء الاكبر سواء من التداول اليومي او الاسبوعي او الشهري. طبعا العملات الرئيسية بالترتيب هي اليورو، الدولار، الين الياباني او الجي بي واي، وياريت تحفظهم بالمصطلحات بتاعهم او بالاختصار بتاعهم، اليو اس دي، اليورو اول ثلاث حروف من يورو، والجي بي واي اللي هو الين الياباني، والجري الاسترليني جي بي بي، واخيرا الفرنك السويسري سي اتش اف. العملات دي هي الاكثر شعبية او بيطلق عليها اسم العملات الرئيسية، ودي تعتبر الاكثر تداول في سوق العملات، وبيشتق منها اكثر ازواج زي ما احنا قلنا في المصطلحات بيتم التداول عليها، زي مثلا اليورو يو اس دي، الجي بي بي يو اس دي، اليو اس دي جي بي واي، واليو اس دي سي اتش اف. بالتالي انت عرفت كده لما انا هاجي اقول مثلا يورو يو اس دي، يبقى اليورو قدام الدولار، الجي بي بي يو اس دي يبقى الاسترليني قدام الدولار، يو اس دي جي بي واي يبقى دولار قدام الين الياباني. في طبعا ثلاث عملات مش اكتر شيوعا او اكتر شهره من الدولار واليورو والين الياباني والفرنك السويسري الجنيه الاسترليني، وهم يعني يعتبروا في المرتبه الثانيه، وهم الدولار الاسترالي وبنسميه الاي يو دي، والدولار النيوزيلندي الـ NZD، وأخيرا الدولار الكندي الـ CAD أو الـ CAD. ولما بتربطهم بالعملات التانية في زوج بيتم تصنيفها على إنها حاجة اسمها تقاطعات، يعني مثلا NZD CAD هو اصلا مش بيبقى سعر مباشر للدولار النيوزيلندي قدام الدولار الكندي، لكن بيبقى فيه وسيط في النص اللي هو الدولار اللي بيتم تقييمه عليه، وبعد كده بيتحول لسعر الدولار. وتعتبر الازواج دي اللي بتشمل مثلا الروبل الروسي، الكورونا التشيكي، والزلوتي البولندي، او حتى الكورونا السويدية والنرويجية، ان هما مش بيمثلوا اكتر او تقريبا حوالي 10% من السوق بتاع الفوركس. نيجي للنقطة اللي بعديها، هو ازاي سوق الفوركس بيشتغل. لما نيجي نتكلم اقتصاد او سلع والعملات هنا لانه بيتم التداول عليها فبتعتبر سلع، فاول حاجة هتيجي في دماغنا هي العرض والطلب، هم دولت اللي بيحركوا السوق او بيحركوا اسعار السوق. والمبدأ دوت طبعا حتى كمان موجود في الصرف الاجنبي اللي هو الفوركس وفي اي سلعة تانية. النهاردة لما الطلب بيزيد عندي فسعر السلعة او العملة دي بيعلى، لو العرض موجود كتير والطلب قليل فبالتالي بيحصل العكس. لكن في سوق الفوركس لما انا باجي مثلا اشتري سلعة تمام وغيري بيشتري، يعني انا هشتري دولار واحد تاني اشترى دولار، فمعنى كده ان الطلب بيزيد فبيبتدي سعر الدولار ان هو يزيد، وده بيحركه. لو انت شفت طبعا منصة الفوركس هتلاقي انها زي الرسم البياني بتتحرك لفوق وتحت، وده طبعا بيحركه لفوق، وكل مرة بيتم فيها ان انا ببيع العملة ديت فبالتالي الطلب عليه مش كتير والمعروض كتير، ناس كتير عرض انها تبيع وطلبهم قل عليه، فبالتالي بيؤدي ان السعر بيبقى دايما في النازل. وطبعا تأثير كل عملية بيع وشراء في سوق الفوركس بيتناسب مع حجم الصفقة في كل العمليات دي، مثلا عمليات بتتم بملايين، في عمليات بتتم بالاف الدولارات وهكذا. في حاجة هنا مهمة لازم ان انت تعرفها، معظم الاخبار والاحداث الاقتصادية اللي بتحصل في العالم كله بتأثر على سوق الفوركس، وعشان كده مهم جدا ان انت تفهم ايه اللي بيحرك السعر او الخبر دوت هيأثر ازاي على العملة ديت او على سوق الفوركس ككل، عشان دي بداية خطوة النجاح. عشان تبقى متداول فوركس ناجح لازم تبقى بتتابع الاخبار.